عني. ايوه ده السعيد اللي انت عملته ده، انت اتجننت. اول مره عديت قلت يمكن مش قصده، لكن قبل دقيقه ما تعدي بتطلع منك العينه تاني. اعوذ بالله بنت الاصول، وانا بتاع كده برضه. شايف الزنقه اللي احنا فيها؟ كنت انا مش عاوزه ولا لحم مر وممكن اربك بره المحل زرع بيت الكلام. خد صوتك يا نصفا، الناس هتلم علينا. يا ست انا هجيب لك كرسي وتقعدي معززه مكرمه وانا هشتغل لوحدي. طب ليه ما نشتغلش مع بعض احنا الاثنين وتلزم ادبك؟ حاجة زي كده أنا ممكن أسامح فيها، بس في حالة واحدة بس، الحلال. آه الحلال وبس. انا فين وانت فين يا بنت الاكابر؟ الراجل ثلاث حاجات: شرف، امانه، يكون ذكر. اللي فيه الثلاث حاجات دول يبقى سيد الناس. اخواتك مش ممكن يحرموا؟ مالكش دعوه باخواتي، ليك عليا ان انا اكلمهم. لا لو في نصيب مش قبل سنه. الناس يقولوا علينا ايه؟ مش خايف لا تقع من التشاغل كده؟ ما تخافيش، متعود على كده. لو موافق نقرا فاتحه. نقرا بس الموضوع يفضل سر بيني وبينك، ما يطلعش بره. ما يطلعش بره ولا حتى لاخواتك. ولا حتى لاخواتي. زوجتك نفسي. جوزتك نفسي. مقدرة اللي انت فيه عشان بينا فتحة وكلمة شرف. انا هسيب لك نفسي يا سعيد تعمل كل اللي نفسك فيه. انت اول راجل يلمسني. أمين شرطة في مباحث المدرية ده كان بيلعب كمال أجسام وهو في إعدادي. عارفة ده في شبه كبير من اسمه إيه؟ محمود عبد العزيز اللي أختك بتروح له السيما. لا ليه بقى؟ لا وخلاص، ملوش يقول عندي فيها حاجة دي. هناء عقل أختك، قولي لها إن دي فرصة والفرصة ما بتستناش. أنا
انا شايفه انه عايز لقطه. اتجوزيه انت. طب نفهم ليه؟ يا بنت ده احنا اخوات وحريم زي بعض. ما تنطقي بقى، يمكن يا ست منك ما استفيد. انا مخطوبه وفتحتي مقريه. لا يا شيخ، ده من غير ما نعرف اهو اللي حصل. ومين بقى يا حلو ان شاء الله؟ عنتر ابن شداد يا اختي اللي انت ماسكه فيه ومتبته ده. سعيد، سعيد الخفي. هو قال لك ان هو يتجوزك؟ ايوه، بس على فكره طارق احسن منه الف مره. حلال عليكي، لو ولدي بيكي خديه. طب وانتي ضامنه سعيد؟ طبعا. اديني اماره. لازمتها ايه الاماره؟ علشان هو قال لي قبل كده ان هو عايز يتجوزني. والله انا كمان. يبقى بيضحك عليكم. وعلى فكره انا وهو مع بعض من زمان. يعني يا بنت كنتوا مع بعض؟ نام معاك؟ ايوه نام معايا. نوم نوم ولا بصوا تحت الزول حواصة. نوم نوم يا بنت. ما كانش عاجبك قليل الشرطة يا صايعة. بكره الفجر تسافروا. نروح فين؟ اي حته، المهم بعيد. ايوه سعد. ايوه انا بقول لك ايه، البنات سافروا راحوا يغيروا جو، وانا بقى عايزه اروق نفسي شويه. ما تروح تجيب لنا كام ازازه بير. الله، وفيها ايه؟ نفسي اشرب. وهات لنا كباب من عند الحاتي. طب وانا مالي اللي قالت لي روح اسكر وتعالي. انا مال اهلي اللي قالت لي روح اسكر وتعالي. وانا مالي وانا مالي يا غزالي. سعيد وانا مليطه.